انطلق منذ قليل حفل نجوم كاس التسعين ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. الحفل اللي بيحييه كل من النجوم محمد فؤاد ويهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري وخالد عجاج. ودخل الفنان محمد فؤاد في نوبة بكاء على المسرح، وده بسبب أزمته الصحية الأخيرة، وحرص عدد كبير من الجمهور على دعم النجم محمد فؤاد برفع تيشيرتات عليها صورته تعبيرا لحبهم الشديد ليه، وظل الجمهور يهتف باسم فؤاد. فضل ربنا، فضل ربنا كبير. لو قالوا لي وعاد التاريخ، اقسم بالله قبل ما امتلك محمد فؤاد انتي والله بعد ولادي ربنا ما ادانيش نعمه اغلى منكم ولا احلى منكم. شكرا. قولوا